يا اهلا بكم في حلقه جديده من الاجنده بالامس مرت الذكرى الرابعه لاسوا نكبه تعرضت لها اليمن في تاريخها الحديث النكبه التي قتلت عشرات الاف اليمنيين واعاقت اضعاف اضعافهم وشردت ملايين اليمنيين خارج وطنهم واسقطت دولتهم وحلمهم في التغيير والتنميه ومزقت نسيجهم الاجتماعي ووحدتهم الوطنية إنها نكبة 21 سبتمبر 2014 التي نفذها تحالف الإماميين علي عبد الله صالح برعاية أو برعاية إقليمية دولية أممية مكشوفة وفي هذه الذكرى المشؤومة لا بد أن نكف معها وقفة حداد ووقفة استعادة ذاكره من اجل صياغه روايتنا الخاصه الخاصه بنا نحن اليمنيين ونذكر الناس بحجم المؤامره التي نفذتها دول الجوار ضد اليمن دوله ووحده وانسانا. المؤامره التي بلغت ذروتها في 21 سبتمبر من 2014 ما الذي يمكن ان يقال بعد اربع سنوات من هذه النكبه؟ ما هي الدروس؟ ما هي الخبره التي اكتسبناها نحن اليمنيين؟ هذا هو موضوع حلقه هذا المساء، كونوا معنا. ما الذي يمكن ان نقوله بعد اربع سنوات كالحه من عمر الانقلاب المشؤوم على اراده اليمنيين؟ ودولتهم وجمهوريتهم. لقد قيل الكثير من الكلام واصبح الكثير من اليمنيين اصحاب وعي سياسي واصحاب ثقافه سياسيه عاليه. لولا ان بعضهم ما زال يمارس العناد والمكابره ولا يريد ان يعترف بالحقيقه. حقيقه انه شارك بصوره او باخرى في هزيمه وطنه ومجتمعه من اجل إشباع رغبة الانتقام من فصيل سياسي معين ذات يوم أو من أجل تحقيق مكاسب شخصية أو مكاسب سلالية أو مكاسب جهوية على حساب الوطن والأمة اليمنية وما زال بعضهم حتى الآن يمارس هذه الشهوة شهوة الانتقام من الخصوم السياسيين على حساب اليمن وأهلها وهذه مشكلة أظن أنها مشكلة تربوية وأخلاقية وليست مشكلة سياسية لقد برزت خلال السنوات السبع الماضيه ظاهره اخلاقيه او اجتماعيه مخيفه في اليمن والوطن العربي هي ظاهره عدم الشعور بالمسؤوليه تجاه ما نقوله وما نفعله القاء التهم تزافا على الاخرين والتحريض الكاذب اصبح طبع وخلق للبعض في هذه المجتمعات والمشكلة أن الأخلاق السيئة تنتشر بالعدوى في المجتمعات وتحول المجتمع إلى مستنقع للمشكلات. المشكلات تتداعى، كل مشكلة تستدعي أختها. إذا قد يكون كل شيء اليوم واضح لليمنيين. من الذي خدعهم؟ من مكر بهم؟ من خطط لنكبتهم؟ ومن مول؟ ومن سهل لجريمة الانقلاب الكبرى؟ قد يكون كل هذا واضحا لكن هذا وحده لا يكفي لكي نصمت ولا نعيد الكلام فيما جرى هذا لا يكفي لاننا اليوم امام تحدي اخر مهم هو تحدي صياغه الروايه المناسبه لما جرى معركه الان هي معركه صياغه روايه كل طرف من اطراف الصراع اليوم لديه روايته الخاصه لما حدث قبل اربع سنوات او سبع سنوات ومن الخطير جدا ان تنتصر روايه الانقلابيين على روايه الامه اليمنيه في المستقبل. لان هذا اذا حدث سيكون هو الانتصار الحقيقي والنهائي للانقلاب. لان الروايه التي ستبقى وتنتصر هي التي ستشكل وعي الناس في المستقبل. هي التي ستحدد الظلم او الظالم والمظلوم وفقا لاجنده الراوي. الذي روى الحكايه روى الروايه والاخطر انها ستزيف الاسباب الحقيقيه لما حدث وتزييف الحقائق التاريخيه سيقدم دروس مغشوشه للناس في المستقبل والدرس المغشوش مثل العلاج المغشوش مثل المرض سواء بسواء التاريخ عباره عن درس وتزييف هذا الدرس سيؤدي الى تخريب العقل الجمعي ومن ثم تخريب الواقع مثل ما يحدث الان انظروا كيف تعبث من الروايات التاريخيه القديمه الى اليوم انظروا كيف ان الذي زور تاريخنا القديم ودس فيه بعض السموم قد افسد حياتنا اليوم ولهذا اقول ان واجبنا اليوم ان نمنع تكرار ما حدث لاجدادنا من قبل خلال الالف سنه الماضيه او الف واكثر من اكثر من ذلك نمنع ذلك وذلك بأن نصيغ اليوم الروايه او السرديه الحقيقيه التي تحمي مستقبل اجيالنا وتدين الباطل ونحن ما زلنا حتى هذه اللحظه يعني نعدل ونضيف في روايتنا لما جرى بحسب ما يستجد من بيانات ومعلومات تخرج تباعا من الغرف المظلمه لكنه تعديل طفيف في الهامش لان جوهر الروايه معروف وثابت من اليوم الاول لقد كان واضحا من اليوم الاول للانقلاب ان الحوثي في هذا الانقلاب كان مجرد اداه لعده فاعلين محليين ودوليين واقليميين الحوثي كان عباره عن معول في يد الامارات والسعوديه وفي يد عميلهما المحلي علي عفاش حينها وكل هؤلاء كانوا عبارة عن شركاء صغار مع السيدة الكبيرة ومع السادة الأمميين الكبار الدوليين كل هؤلاء الشركاء كان لهم هدف واحد مشترك هو القضاء على ثورة اليمنيين في 2014 ومنع قيام التجربة الديمقراطية في اليمن يعني كانت ثورة مضادة لثورة اليمنيين الكبرى الثورة اليمنية غير المسبوقه في التاريخ اليمني من حيث المشاركه الشعبيه. تلك هي خلاصه الروايه الحقيقيه لما حدث في 21 سبتمبر من العام 2014 والبقيه مجرد تفاصيل. <applause> قبل ايام قليله خرج ياسر اليماني المتحدث الرسمي باسم علي عبد الله صالح. ليقول في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية إن الإمارات قال إن الإمارات ساهمت بشكل كبير فيما وصلت إليه الأمور في اليمن فهي أي الإمارات من أقنع الرئيس صالح بهذا السيناريو الذي يعيشه اليمن اليوم سيناريو الإنقلاب يعني حيث أقنعته وأقنعت المؤتمر الشعبي العام بالتحالف مع الحوثيين بهدف اسقاط حزب الاصلاح، هذه روايه ياسر اليماني، ثم قال: واستطاعت ان تجعل الرئيس السابق وحزب المؤتمر يبتلع الطعم وكذلك الرئيس عبد الرب منصور هادي ايضا ابتلع الطعم كما يقول، وان السعوديه والامارات ليس لديهما نوايا حقيقيه لاعاده الدوله والشرعيه وانهاء الانقلاب، هذا كلام ياسر العواضي او ياسر اليماني بالاصح. وقال ايضا ان هذا كله حصل بتواطؤ كامل من الامريكان ومن المبعوث الدولي جمال بن عمر. الذي قال هذا الكلام هو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام مقرب من علي عبد الله صالح وهو الناطق الرسمي باسم علي عبد الله صالح. يعني احنا امام روايه من داخل مؤسسه الانقلاب نفسها. روايه تتطابق تماما مع ما قلناه من اول يوم. الانقلاب، وهي الرواية التي أكدها من قبل أنور عشقي، ضابط المخابرات السعودي الكبير، أكدها في مقابلة تلفزيونية عرضناها هنا أكثر من مرة، والأمر واضح لا يحتاج إلى شهود، فما فعلته الإمارات والسعودية في مصر وليبيا وتونس لا يخفى على أحد، وهو دليل كافي على أن ما يجري في اليمن هو جزء من عملية واسعا للثوره المضاده للربيع العربي. جزء من الثوره المضاده للربيع. لكن السؤال المهم هو لماذا فعلت الامارات ذلك؟ لماذا فعلت الامارات والسعوديه ومن ورائهم امريكا ذلك؟ الاجابه الدقيقه على هذا السؤال هي التي ستضيء لنا المستقبل. هي التي ستضع حدا لمآسينا التاريخيه في اليمن. والاجابه على هذا السؤال هي التي ستكشف ما اذا كنا جادين في البحث عن الخلاص ام لا. لماذا اقول هذا الكلام؟ لاني ادرك ان هناك من يرغب في تقديم اجابه اخرى مضلله على هذا السؤال. فقط من اجل النكايه بفصيل سياسي محدد. هناك من يرغب ان نظل في حاله عمى عن الاسباب الحقيقيه للنكبه. لاسباب نعرفها وسنعرفها بعد قليل. اذا ما هي الاجابه الحقيقيه على هذا السؤال؟ سؤال لماذا صنعت الامارات والسعوديه وامريكا من ورائهم؟ لماذا صنعوا انقلاب 21 سبتمبر على يد الحوثيين وعلي عبد الله صالح؟ الجواب المباشر والصريح موجود في كلام ياسر اليماني وفي كلام انور عشقي وفي كلام الاماراتيين انفسهم انفسهم مع السعوديين. جميعهم قالوا أردنا الإطاحة بحزب الإصلاح والإخوان المسلمين وطبعا أرادوا في الأساس الإطاحة بالثورة لأن الإطاحة بالإخوان ليست هدفا الإخوان هم آآ آآ يعني واجهت الثورة حينها وطبعا هذه الإجابة إحنا نصدقها نحن نصدقهم في هذه الإجابة لأن حربهم على الإخوان لم تعد خافية لكن السؤال كما قلت ما زال قائم لماذا الإخوان المسلمين تحديداً؟ ما الذي يزعج أنظمة الإمارات والسعودية وأمريكا في الإخوان المسلمين؟ ما الخطر الذي يشكله الإصلاحيون في اليمن والإخوان المسلمين في الوطن العربي أو الإخوان المسلمون في الوطن العربي على مصالح هذه الدول؟ ما هو الخطر؟ الإجابة واضحة وبسيطة ولا ينكرها إلا معاند وهي إجابة من شقين، الشق الأول يتعلق بطبيعة مشروع الإخوان المسلمين ذاته. والشك الثاني يتعلق بالنتيجه القدريه لنشاط الاخوان المسلمين في الحياه السياسيه هناك نتيجه قدريه قد كدر ربما لا يهدف اليها الاخوان لكنها لابد ان نصل اليها سنذكرها الشك المتعلق بمشروع الاخوان هو ان للاخوان مشروعا سياسيا عابرا للاوطان هو على النقيض من المشروع الصهيوني في المنطقه مشروع الصهيوني مع حلفاء طبعا أصبح المشروع الصهيوني واسع يدخل فيه الإمارات والسعودية وأصبح واسع ما عادوش مقتصر على إسرائيل وأمريكا هذه حقيقة لا ينكرها إلا مكابر مهما اختلفنا مع الإخوان المسلمين ومهما قلنا من عيوبهم وأخطائهم وهي كثيرة بالطبع إلا أننا لا نستطيع أن ننكر هذه الحقيقة حقيقة أنهم يحملون مشروع سياسي مناهض للهيمنة الأجنبية في المنطقة والمشروع الصهيوني لكن ليس هذا هو الأهم بالنسبة لنظام الإمارات أو نظام السعودية الأهم والأخطر بالنسبة لهم هو ذلك الشق المتعلق بمصير الأنظمة العربية المستبدة الفاسدة إذا بقي الإخوان المسلمون في حالة سيطرة وفي حالة تقدم لأن الأحداث أثبتت أثبتت أحداث الربيع العربي أن جماعة الإخوان تتجه جدياً لتبني خيار الديمقراطيه، هذا هو السبب الثاني يعني. خيار الديمقراطيه في جانب التداول السلمي للسلطه. تجربه مصر كانت واضحه، تجربه تونس كانت واضحه، تجربتنا احنا في اليمن كانت واضحه، كانت واضحه ان الاخوان بيتجهوا لتبني خيار الديمقراطيه، وهذا هو اخطر مصير يمكن ان تقابله الانظمه المستبده في السعوديه والامارات وما شابهها. الديمقراطيه. الديمقراطية بالنسبة لهم هي هي الكلمة الكبيحة السوداء التي تكشعر لها أبدانهم هي الكلمة التي تكشعر لها أبدانهم وهي الكابوس الذي يقض, يقض مضاجعهم وهذه الحقيقة يعني لا أظن أن لن يمكن أن ينكرها الديمقراطية هي أكبر كابوس بالنسبة لنظام مثل نظام الإمارات أو نظام السعودية إذا الخوف من صعود الديمقراطية في اليمن هو الذي دفع أنظمة السعودية والإمارات والأمريكان من ورائهم لصناعة انقلاب 21 سبتمبر. هذا الكلام قد يسخر منه البعض بعض اليمنيين وهذا أمر طبيعي لأنهم لا يعرفون قوة الديمقراطية، لا يعرفون أسرار الديمقراطية ولا يعرفون أسرار الحياة السياسية. هم بيسمعوا عن الديمقراطية لكنهم لا يعرفونها. حكام الخليج والأمريكان يعرفونها جيدا. ولا هذا يخافون منها يعرفون ما معنى الديمقراطيه وما معنى توطنها في اي مجتمع اما شعوب المنطقه العربيه فهي لا تعرف من الديمقراطيه الا مكاء وتصديه كما قال القران عن صلاه كفار قريش وحجهم الانسان العربي في المجمل لا يعرف ان الديمقراطيه هي الكلمه السحريه التي تجمع شتات الامه وتقوي صفها وتوحد كلمتها وتحشد قواها الحيه باتجاه التنميه والسلام والتفوق. الديمقراطيه هي الكلمه السحريه التي تقضي على عوامل الضعف والفرقه في الصف الوطني، اي صف وطني. وتجعل الجميع صفا واحدا امام الاطماع الاجنبيه. وهذا تحديدا ما لا يريده كل من نظام السعوديه ونظام الامارات والولايات المتحدة الأمريكية هذولا محتاجين مجتمعات رخوة سائلة يعرفوا يشكلوها ويتحكموا فيها ويحطوا عليها عميل على رأس السلطة هذه الأنظمة لا تريد مجتمعات قوية ناهضة بل تريد مجتمعات ممزقة ودول ضعيفة لكي تتحكم فيها وتنهب خيراتها وتضع على رأسها كما قلت عميل مستبد فاسد على شاكلة علي عبد الله صالح يخدمها ويخدم نفسه على حساب أمته كان أكثر من حزن على رحيل علي عبد الله صالح هي الإمارات والسعودية وإحنا شفنا ضاحي خلفان كيف طلع يشتكي ويقول لهم مع تلكوش أحسن من علي عبد الله صالح رجعوه رجاء رجعوه ولهذا عاقبوا اليمنيين عقاب شديد على ثورتهم وعلى الإطاحة بعلي صالح وما زالوا يعاقبونهم إلى اليوم وهذا الذي ممكن وهذا الذي المفروض يسأله اليمنيين أنفسهم فيه لماذا ليش الإمارات كانت حريصة على 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 عبد الله صالح لم يعد هناك أدنى شك بأن نظامي السعودية والإمارات يتأمرون على اليمن من أول يوم قامت فيه ثورة فبراير ومن كلب 2014 إلا حلقة في مسلسل التآمر الطويل على اليمن وطبعا هذه الأنظمة لن تعترف بانها تتامر على اليمن وتسعى الى اضعافه وتمزيقه واستغلال مقدراته ما تعترفش بهذا بل ستقدم على هذه الممارسات بمبررات ذات طابع سياسي دعائي حتقول لك بدلا من ان تقول نحن نريد اضعاف اليمن وسرقته وتمييزه خوفا من نهوضه ونريد استغلال مقدراته طمعا فيه لا حتقول كلام ثاني حتقول احنا نشتين حرب الارهاب والتطرف والاخوان المسلمين هذه هي الغطاء هذه هي الذريعه اي تطرف واي ارهاب التطرف الحوثي اللي دعمتوه ومولتوه حتى اوصلتموه الى صنعاء والذي انقلبتم يعني عليه فيما بعد بعد ان خرج على السيناريو المتفق عليه ولا التطرف السلفي الجامي الذي يفتي بتكفير الديمقراطيه والديمقراطيين وتكفير المعارضه السياسيه لانظمه الحكم الفاسده والمستبده ولا التطرف الجهادي الذي يدير الاغتيالات في عدن وانتم من وراء وفي تعز وفي المكلا وغيرها من مناطق اليمن ولا القاعدة اللي تديرون خيوطها في الجنوب ولا التطرف الصوفي اللي بتتبنوه والذي يفتي بقتل المحتجين السلميين ويقول عن خصومه المذهبين أنهم ناس نتنة يجب قتلهم ويكون للعسكر ويكون للسيسي اضرب في المليان اي تطرف تقصده الخطاب للإماراتين والسعوده هذه هي الحقيقه نظاماء الامارات والسعوديه لم يدعوا جماعه دينيه متطرفه الا ودعموها ضد الجماعات السياسيه المعتدله التي تنشط في مجال الديمقراطيه والتغيير السلمي القضيه واضحه الخوف من الديمقراطيه والجماعات القادره على تغيير الواقع العربي السيء وعلى تهديد مصالحهم ووضع حد لعبثهم بمقدرات الشعوب وكرامتها وحريتها، الخوف هذا هو اللي بيحرككم ضد الاسلاميين المعتدلين اللي بيشتغلوا في مجال السياسه والاحزاب السياسيه. ولكي تعرف عزيزي المشاهد ما هو الاسلام الذي تريده الإمارات والسعودية تعالوا نشاهد ونستمع لهذا المقطع من كلام واحد من أدواتهم في الجنوب في جنوب اليمن شخص يقدم نفسه على أنه رجل دين سلفي من سنوات ونحن نعرف أن السلفية الجامية تقول بوجوب طاعة الحاكم مهما فعل وكيفما كان حتى قال أحدهم لو ظهر الحاكم يزني على التلفزيون لمدة نصف ساعة لا يحق للناس الثورة عليه ومنازعته في السلطان يعني نفهم من هذا الكلام أن السلفية مع طاعة ولي الأمر مهما كان حالة لكنك تفاجأ بعد قليل أن الأمر فيه استثناءات مش كل حاكم عند السلفيين يجب طاعته فقط الحاكم المتغلب صاحب الصميل كما يقول أصحاب صنعاء يعني الحاكم الذي اغتصب السلطة بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع فرض نفسك كأمر واقع الحاكم الذي فرض نفسه بالقوة أما الحاكم الذي جاء بالتراضي والتوافق الوطني فلا طاعه له عند هاني بن بريك هكذا قال هاني بن بريك السلفي الاثري ابو عيون جريئه تعالوا نستمع اليه. فرضيه او مساله ولي الامر. ولي الامر في الشرع الاسلامي واللي يراجع العلماء المختصون في ذلك له شروط له شروط ان يكون حاكما قويا متغلبا ذو قوه وشوكه آه واضح اما ان ياتيني حاكم اخترق وسيطر عليه من خونه ويريدون ان يسلمون البلاد مره اخرى لهم انا لا يمكن ان اسلم طيب. البلاد وانا بيدي القوه طبعا ابو عيون جريئه يتحدث هنا عن الرئيس هادي ويقصد بالخونه الذين اخترقوا حزب الاصلاح الذي ابدى لها ابدى لهم عداء شديد خلال المقابله ووصف الاصلاح بالمجرم الارهابي الذي ينبغي حظره طبعا هو نظام الامارات لن اتعب نفسي بكشف تناقضات الرجل وبيان حقيقته فالذي يعنيني الان ليس بن بريك ولا غيره كل هؤلاء مجرد ادوات في يد صاحب المال والشوكه كما يقول حسب تعبيره السلفي الذي يهمني هو هذا الخطاب نفسه خطاب الولاء للظلمه المستبدين القاهرين والعداء للشعوب وحركات التغيير الديمقراطي الانساني هذا هو الخطاب الذي يحبه الحكام الظلم المستبدين الفاسدين هذا هو الدين الذي يريدونه اما الدين الذي يحرض الناس على طلب الحريه والكرامه فهو مرفوض وينبغي محاربته ووصفه بالارهاب وبن بريك يقول هذا هو مذهب السلف الصالح والحقيقة أن أنه مذهب الحمقى والمغفلين أينما كانوا أما السلف الحقيقي من المسلمين وفي مقدمة جيل, جيل الصحابة نفسه فلا يعرف هذا المذهب الضال لا يعرف هذا المذهب الضال الذي يعلي من شأن الطغاة والفاسدين ويذل الشعوب المكهورة مذهب السلف كما عرفناه كما قال ابن حزم كما قال ابن الأمير الصنعاني هو مقاومة الحاكم الظالم ومقاتلته إذا لزم الأمر هكذا يقول ابن حزم وقال إنه مذهب الصحابة جميعا وأنكر على من قال إن الإجماع على غير ذلك واستعظم اللي قالوا أن الناس مجمعين على عدم الخروج على الحاكم الفاسد أنكر ذلك واستعظم قال إن أفاضل الصحابة ابن حزم يقول هذا إن أفاضل الصحابة وبقية الصلف الصالح خرجوا على يزيد في الحرة وانه مذهب عائشه ومن معها في وقعه الجمل، ومذهب علي ومن معه في صفين، ومذهب معاويه ومن معه في صفين، ومذهب الحسن البصري مع الحجاج وغيرهم. المهم يعني هذا هذا مذهب هاني بن بريك والسلفيه الجاميه التي ترعاها اجهزه المخابرات وليس مذهب السلف الصالح. هذا مذهب الحكام الظلمه والانظمه الدكتاتوريه الفاسده وليس مذهب السلف كما يقول. هذا الكلام نقوله فقط للمخدوعين بالخطاب المذهبي وهم لا يدركون انهم مجرد ادوات بيد الشر والباطل ضد الخير والباحثين عن التغيير لصالح المجتمعات المظلومه. هذا ما تريده السعوديه والامارات اذا، تريدان يمن ضعيف محكوم من قبل عملائها. والحرب الشرسه التي يشنونها على حزب الاصلاح في اليمن الهدف منها اسقاط اخر اخر الحصون اليمنيه التي تكفي في وجه اطماعهم. لذلك علينا ان نتحلى بالشجاعه ونعترف بذلك حتى لو كنا نختلف مع هذا الحزب ومع جماعه الاخوان انا من الناس الذين لا مشكله لديهم في ان يبقى هذا الحزب او يذهب بعد ان ترسو سفينه اليمن في بر الامان ما عنديش مشكله يختفي من من الحياه لكن سيكون من الخيانه للوطن ان نخشى قول الحقيقه في هذه اللحظات خوفا من أن نتهم بأننا إخوان كما يفعل عادة ذباب الأنظمة البائسة ذباب الإلكتروني زمان أسقطوا صنعاء قبل أربع سنوات بذريعة محاربة الإصلاح ومحاربة مراكز القوى وصفق لهم الكثير من السذج والخبثاء قبل أن يكتشفوا فيما بعد أن الجمهورية نفسها هي التي سقطت ينبغي أن لا نقع في هذا الفخ مرة أخرى لا يجوز أن نسمح بسقوط حصوننا الوطنية بذريعة الخلاف معها وبرنامج شيطنة الإصلاح الذي خططت له أجهزة المخابرات ونفذته الببغاوات لا يخدم إلا أعداء الوطن والموضوع واضح ما هوش لغز الإمارات ما تصيح وما تنزعج هي وعملائها إلا من حزب يكف حجر عثرة أمام مشاريعها القذرة. هذه كرينة على أن الإصلاح في طريقه هذا على الأقل رأي الشخصي لا أحمل أحد ولا أقول أنه رأي القناة وأنا من المحسوبين على التيار العلماني الذي يرفض إقحام المذاهب الدينية في الحياة السياسية يعني ما ليش علاقة بالإصلاحيين ولا ولا أنا هذا كالمعجب فيهم ولا بحركة الإخوان المسلمين التي تعد مذهب من المذاهب الفكرية الإسلامية وأنا لا أرى أنه للمذاهب الإسلامية علاقة بالسياسة لكن هذا لا يمنع أن نقول الحق فيها والحق ان حكومات الباطل والعماله الاجنبيه تخشى هذه الجماعه اكثر من غيرها وهذا وحده يكفينا للتعاطف معها واظن ان عاموس جلعاد مدير جهاز المخابرات الاسرائيلي السابق قد لخص هذه القضيه وهذا المعنى في هذا المقطع تعالوا نشوف والحق ما شهدت به الاعداء نسمع إذا Egypt it would be a disaster to Jordan, to Hashemite Kingdom of Jordan. We felt in Israel the pressure from the rising Muslim brothers. Hamas, uh, integral part, uh, the Palestinian integral part of the Muslim brothers. Since they have failed under Morsi, the whole area feels the difference. Jordan feels better. Saudi Arabia is determined to defeat them. In Egypt you feel better. The security along our borders is better. Hamas is isolated, and, uh, and uh, I must share with you the most. And I'm, I'm, I'm not authorized to speak on behalf of the Arabs, but I allow, I allow myself to share with you the great relief that I can feel personally in Jordan, in Egypt, and other states after the collapse of. هذه هي رواياتنا لما جرى في 21 سبتمبر 2014 كانت عبارة عن مؤامرة إقليمية ودولية راح ضحيتها الإنسان اليمني والدولة اليمنية استخدم الحوثي في هذه المؤامرة كحبل مشنقة في ركبة اليمن أو كساطور في يد الجزارين الدوليين والإقليميين والحقيقة أن الحوثي كما قلت مراراً هو عبارة عن أداة في يد أكثر من طرف او حذاء لاكثر من قدم وكل طرف يستخدمه لتحقيق غرض خاص استخدمه الايرانيون وما زالوا يستخدمونه ضد السعوديه والخليج استخدمه الاماراتيون والسعوديون ضد الاخوان المسلمين وثوره فبراير واستخدمه الامريكان للقضاء على الاسلاميين من ناحيه والابتزاز السعوديه والخليج من ناحيه ثانيه الجميع وظف الحوثي واحقاد علي صالح لمصلحته ومعركتنا نحن اليمنيين لم تعد مع الحوثي وحده بل مع هؤلاء جميعا اما اذا شئنا الدقه فمعركتنا مع انفسنا الاماره بالسوء انفسنا الاماره بالسوء والكذب والتضليل لان هذه الانفس المنحرفه هي التي جعلت صفنا الوطني ضعيف وممزق في مواجهة كل هؤلاء الأعداء الخارجيين أو بالأصح في مواجهة كل هؤلاء الضباع هؤلاء الضباع وليسوا أعداء ينبغي أن نضيف خسائر اليمن من لحظة الانقلاب وحتى إشعار آخر على فاتورة المؤامرة الإماراتية السعودية في فاتورة طويلة معنا والذي جرى لليمن كثير وكبير خلال هذه السنوات الأربع خسائر اليمن لا تكف عند حدود الدماء الغزيره التي سفكت والدوله التي سقطت والاسر التي افتكرت وشردت والمصالح التي تعطلت وخسائر اليمن اكبر من ذلك بكثير هناك وحده وطنيه تمزقت ونسيج اجتماعي تفتت واجيال يمنيه خسرت تعليمها واخطر من ذلك كله هناك هويه يمنيه تتعرض للتجريف الامامي الكهنوتي اليوم ادوات الدعايه الاماميه لا تتوقف عن تجريف الثقافه اليمنيه والهويه اليمنيه محاضرات وخطابات كل يوم وكل ساعه في المدارس في الجامعات في الجوامع في المناسبات في المقايل في مقايل النساء حول خرافات الاصطفاء والولايه وكربلاء وما شابه ذلك من خرافات التشيع الاماميون نساء ورجالا يسابقون الزمن ليلا ونهارا لتغيير هوية المناطق التي تقع تحت أيديهم وتحويلها إلى برك وأحواض تفكس فيها الذباب الطائفي الإمامي كل هذه الخسائر وغيرها من الخسائر القومية المنظورة وغير المنظورة ينبغي أن تضاف إلى فاتورة المؤامرة الإماراتية السعودية على اليمن وهي فاتورة طويلة بدات من عقود وليس من 2014 وخصوصا مع الجاره الكبرى الجاره التي وضعت علي عبد الله صالح ذات يوم اسود على راس السلطه لكي يعطل التنميه ويوقف نمو الجمهوريه ويعيق تقدمها في اليمن وقد فعل فعل ذلك بنجاح كبير ولم يهلك حتى سلم الدوله والجمهوريه ومقدرتها للامامه علي عبد كان خنجر في خاصرة اليمن مسموم البسطاء من اليمنيين لا يعرفون كيف وصل صالح إلى السلطة قبل أربعين سنة ولماذا جاءت به السعودية لا يعرفون أن السعودية جاءت به أصلا البسطاء لا يعرفون ذلك أما الخبثاء والأذكياء فيعرفون ذلك جيدا وهذا يكشف إلى أي مدى تتعرض المجتمعات للخطر والتآمر حين لا تعرف تاريخها السياسي بشكل جيد لو أن تاريخنا السياسي المعاصر كتب بصورة صحيحة بل لو أنه كتب أصلا لما تمادى علي عبد الله الصالح في في تحطيم البلد الذي أكرمه ورفع إلى سدة الحكم وطبعاً لا يصح ان نفوت هذه المناسبة دون ان نذكر بتلك الشريحة اليمنية البائسة التي كانت طوال الوقت اداة علي عبد الله صالح في تدمير اليمن واحباط محاولة التغيير. تلك الشريحة التي ليس لها مشروع سياسي ولا طموح في الحياة سوى طموح العيش في ظل البيادة العسكرية الكريمة. تلك الشريحة التي قال فيها أحد الفلاسفة لو أمطرت السماء حرية لرأيت العبيد يفتحون المظلات ما يتحملوش الشريحة التي كانت تخرج إلى السبعين يوم الجمعة لمناصرة أكبر فاسد في تاريخ اليمن المعروف قديما وحديثا أنصار علي عبد الله صالح والنظام القديم ما عرفت اليمن في تاريخها كل حاكم فاسد مثل علي عبد الله صالح الأئمة كانوا حكام ظلم وجشع وكهنوت لكنهم لم لم يشتهروا بالفساد وحكام الجمهورية قبل علي عبد الله صالح لم يشتهروا بالفساد والاستبداد وحكام اليمن في التاريخ القديم اللي نعرفهم على الأقل لم يشتهر منهم أحد بالفساد وحدة علي عبد الله صالح كان أبو الفساد والكساد العظيم في التاريخ اليمن ولولا فساده وخيانته للجمهورية التي عملت منا آدمي ما وصلنا إلى هذا الحال المهم شريحة هذه الشريحة الشعبوية التي امتطاها دائما علي صالح في فترة حكمه وعبر بها إلى مشاريعه الخاصة هي الشريحة التي تخرج علينا كل شوية بعبارة سلام الله على عفاش وكل شوية تذكرنا أن عهد عفاش كان أفضل من عهد الثورة التي حاربوها وأفشلوها هؤلاء كل ما شافوا الواقع يقولوا سلام الله على عفاش هؤلاء يشبهون قصة أصحاب القرية القصة الرمزية الآتية قالوا في حكاية أن أحد الأشخاص في ليلة عرسه اعتدى عليه مجرمون واغتصبوا زوجته فقتل وهو يدافع عنها وعن عرضه سمع الناس الخبر فجاءوا مهرولين إلى بيته ليجدوا جثته قرب زوجته وفي ورقه مكتوب عليها بجانبه هذا جزاء من يعصي المعلم ابو شامه ذهب اهل القريه واشتكوا للشرطه فوعدتهم الشرطه باتخاذ الاجراءات اللازمه في اليوم الثاني دخلت العصابه الى منزل حلاق القريه فقتلوه واغتصبوا زوجته ووجدوا الناس قرب جثته يعني وجدوا ورقه مكتوب عليها نفس العباره القديمه هذا جزاء من يعصي المعلم ابو شامه انطلقوا إلى مركز الشرطة فوعدهم الضابط باتخاذ الإجراءات اللازمة. استمر أبو شامة يقتل ويغتصب الناس والناس تشتكي للشرطة. حتى أخبرهم الضابط ذات يوم بأنه لا يستطيع أن يفعل لهم شيء. خاف الناس وغادر بعضهم خارج القرية خوفا من أبو شامة وعصابته. بعد فترة وبالتدريج سلم أهل القرية بالأمر الواقع وأصبحوا يحمدون الله على وجود أبو شامة كانوا يحمدون الله على أنه فقط يختصب يختصب المتزوجات أما العذراء يتركن كانوا يقولوا الحمد لله أنه يختصب المتزوجات أما العذراء ما بيكار بهنش حتى خطيب الجمعة الذي اختصب أبو شامة زوجته أكثر من مرة كان يطلع على المنبر الخطبة ويقول الرجل الذي تختصب زوجته من قبل أبي أبو شامة هو في حكم المضطر لان مقاومته تعني الهلاك المحقق، لا يجوز الخروج على ابو شامه. اما المثقف اليساري من اهل القريه فكان يقول ان احساس الرجل بالعار عندما تضاجع زوجته رجلا اخر هو احساس رجعي ورثناه عن البرجوازيه المتعفنه. وبعد ما سمع الناس فتوى الشيخ وراي المثقف سكتوا ورضوا بالامر الواقع ومرت السنوات على هذا الحال. والامر على هذا الحال الى ان تزوج احد الشباب من خارج القريه بفتاه من داخل القريه وذهب الى صلاه الجمعه وبيسمع كلام عجيب في الخطبه عن حكم الناس المضطرين وقف الشاب وقال للشيخ كلامك يا مولانا خاطئ والسكوت عن انتهاك الاعراض ليس من الدين هاج الناس وطردوا الشاب من المسجد وقالوا له انت بتخالف ولي الامر بتخالف ابو شامه وبتخرج يعني على صاحب الشوكه فقال لهم إن زوجاتكم قد اغتصبنا لأنكم خفتم واستسلمتم أما أنا فلم يصل إلى زوجتي أحد وأنا حي ضحك عليه أهل القرية وسخروا منه إلا كلا قليلا من الشباب وقفوا معه سمع أبو شامة بالشاب الجديد هذا الذي خارج على سلطته فجاء غاضبا يحاول اغتصاب زوجته فتصدى له الشاب ومن معه وقتلوه قتلوا أبو شامة وطردوا عصابته خارج القرية فرح أهل القرية وفرح ضباط الشرطة وجاءوا للشاب كرموه لأنه استعاد لهم شرف أهل القرية هدأت القرية واتفق الجميع على نسيان الماضي واستبشروا خيرا لكن بعد فترة كثرت سرقة الأحذي في المسجد وسرقة المواشي والمحاصيل وسرقة عابري السبيل وكان الجناه هم بقايا عصابة أبو شامه الناس تضايقوا تضايقوا من الوضع وبداوا يتململون ويشعرون يشعرون بخيبه امل واخذ بعضهم يردد سلام الله على ابو شامه كنا على ايام في امن وامان على الاقل كان يحمي القريه من اللصوص ومن قطاع الطرق وراحوا يسبوا من شباب القريه اللي قتلوا ابو شامه وطردوا عصابته هذه هي قصتنا في اليمن اليوم الثوره هي بمثابه هذا الشاب اللي حاولت تضرد ابو شامه رجعوا الناس يقولوا سلام الله على ابو شامه صح كان يغتصبنا ويغتصب زوجاتنا لكن على الاقل كان يوفر لنا الامن والامان الى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله